كنتي بتكلميني قبل الفاصل على السكراب. سكراب اه احكي لي بقى السكراب ده الاول بيعمل ايه. بصي السكراب ده بينظف وبيقشر الجلد الميت. اوكي ده مينلي وانتي بتستحمي بتدعكي بقى كل ايدك. ده شبه الحمام المغربي ولا ملوش علاقه بيه؟ لا لا خالص لا لا اوكي. بصي هو ناتشرال, حاجات كلها ناتشرال, عباره عن انت عارفه سكر وزيت جوز هند وبذور شيا. وزيت جوز هند من عند العطار وبذور الشيا من عند العطار او سوبر ماركت او اي سوبر ماركت. سوبر ماركت وسكر وايه تاني؟ وتي تري اويل. ده ايه بقى ان شاء الله؟ ده زيت شجرة الشاي. ايوه اللي هو ايه, ما انا عارفه الترجمه فين. ايه هو زيت شجرة الشاي؟ لو سمعت شوفي مكتوب عندك زيت اهو, مكتوب عندك زيت شجرة. لا معلش معلش, زيت شجرة الشاي فعلا. زيت شجرة الشاي من عند العطار. ايوه كله من عند العطار. قولي بقى المقادير كده. بصي برضو ربع كوبايه من زيت جوز الهند. أوكي. كنت هقول الكوكونات وبعدين رجعت لكلامي. اوعي اوعي رجعت لكلامي اوعي رجعت رجعت. وبذور الشيا يعني قد الايد كده حبه. يعني نقول مثلا ربع كوبايه, مثلا لو احنا بنقولها بالمقادير ربع كوبايه زيت شيا. اوكي بذور شيا عفوا. اوكي والسكر نفس الكميه برضو بتاعت بذور الشيا ربع كوبايه. وبعدين نعمل ايه؟ ميكس كله مع بعض. أوكي. بس خلاص بس كده خلاص. وفي شاي اخضر, شاي اخضر, شاي عادي, شاي اخضر باكت بتفتحيه وتحطيه معاه وعليه زيت شجره الدر ولا شجره الشاي. شجره الشاي. شجره الشاي. اوكي بحط قد ايه شجر شاي؟ يعني دروبس مش كتير, يعني 10 نقط مثلا. 10 نقط واخلطهم مع بعض واستحمى سكراب وافضل بقى وللوش. ادعك وفي الوش اي نوع بشره. ده بقى بيشيل قلتي ايه؟ الجلد الميت كله ويجدد خلايا الجلد. بيجدد خلايا الجلد. انتوا هتبقوا اصدقاء وبيرطب وكل حاجه. تلاقيه بقى ناعم قوي بعد ما والريحه بقى اخبارها ايه؟ لا مش هي. بصي هو الكوكونات طبعا ريحته تحفه. انا شامه هو يعني هم اللي قاعدين معايا على الهواء دلوقتي. ايوه هو ايه اللي قاعدين معايا جوه الاستوديو يعني. الاستوديو كله بقى ريحه كوكونات, لان احنا طبعا في الفصل مش هقعد بايد وايد برضه مذيعه وكده. فرحت واخده بقى من عندهم, رحت دهنه بقى كل, فانا بقيت جوز هند بس. ايوه